طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نذهب في جولة جديدة حول مهارات الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول لمادة اللغة العربية للصف الأول. في هذا الأسبوع يا أحبائي سنقوم بتغطية مهارات اللغة العربية. سنبدأ بيوم الأحد الذي سيتم فيه إعطاء مهارة الكتابة والإملاء. أيضا سيكون لدينا في هذا اليوم ورقة عمل شاملة لمهارات اللغة العربية السابقة، من التعرف على الحروف وأشكالها، قراءة الكلمة وربطها بالصورة المناسبة لهذه الكلمة، التحليل والتركيب، وفقرة بسيطة تحتوي على كلمات تم إعطاؤها للطلاب والإجابة عن الأسئلة التي تحتويها. مثلا حرف في أول الكلمة، كلمة تحتوي على حرف في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة. أيضا في الأسبوع يا أحبائي سيتم التمييز بين المد الطويل الألف والواو والياء والمد القصير، وهي الحركات الفتحة والضمة والكسرة. وسيتم إعطاء كلمات تحتوي المد الطويل وكلمات تحتوي المد القصير مع النطق السليم للمد الطويل والمد القصير. أيضا يا أحبائي في هذا الأسبوع سيتم التدرب على الإملاء، وهي عبارة عن جمل تحتوي على كلمات ثلاثية مثل باب، نور، سور، سامي، وهكذا يا أحبائي حتى يتمكن الطلاب من قراءة جمل بسيطة. سيتم كتابتها بعد التدرب على قراءتها عدة مرات. أيضا يا أحبائي سيتم التدرب على القراءة والكتابة الإملائية. القراءة سيتم قراءة كلمات رباعية وثلاثية وجمل. في هذا الأسبوع أيضا سيكون لدينا تقييم لقراءة البطاقات المعروضة على السبورة وتحتوي على جمل الإملاء. أيضا سنقوم بتحليل هذه الكلمات إلى مقاطع وحروف وتحليلها إلى مد طويل ومد قصير. في هذا الأسبوع سيكون لدينا أيضا تقييم قراءة لهذه البطاقات. أيضا سنقوم يا أحبائي في هذا الأسبوع بزيارة المكتبة والذهاب إلى المكتبة واستعارة قصة وإعادة القصة القديمة ومن ثم التعرف على القصة الجديدة. طلابي أحبائي أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء، دمتم سالمين.